لن يرش على العدو ورد، بل إما الخروج وإما هذا. إما أن تخرج من أرضنا وإما أطفالنا سيكونون في مواجهتك. من يعتقد أن هذا المشهد يمكنه أن يمر مرور الكرام فهو مخطئ، ومن يعتقد أنه ليس خطيراً فهو مخطئ أيضاً، لا بل مخطئ جداً. يظهر في الفيديو هذا مفتي زحل والبقاع الشيخ علي الغزاوي شاهراً سلاحه في تشييع أحد شهداء الجماعة الإسلامية، فيما وصفه المراقبون بالمشهد الخطير جداً، لأنه ينذر بتحول جذري مقلق يطرق باب الشارع السني بأكمله المتضعضع أصلاً في ظل غياب الرئيس سعد الحريري عن الساحة السياسية. تابعوا التفاصيل معنا. مما لا شك فيه أن الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة أفرزت تعاطفاً سنياً كبيراً مع القضية الفلسطينية، وشكلت جبهة الإسناد لغزة التي أعلنها حزب الله من الجنوب نقطة تحول كبيرة في قلب المزاج السني الذي ناصب العداء للحزب منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري إلى الحرب السورية، لتتمكن الحرب اليوم من مسح كل الجفاء مع الحزب. لكن الخطورة وفق المراقبين تكمن اليوم ليس في التعاطف مع الفلسطينيين التي حملها حزب الله شعاراً منذ 7 أكتوبر، بل في التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية وتحديداً الشارع السني الذي ينبئ باحتمال عقد تحالفات سنية شيعية قد تطيح بالاستقرار الداخلي، وربما نذهب باتجاه خلق حزب الله السني المشابه للحزب الشيعي. ويبقى السؤال الأهم اليوم، من هم السنة الذين سيلتحقون بركاب حزب الله ويساعدونه في استراتيجياته الداخلية والخارجية؟ نجحت الجماعة الإسلامية وتحديداً قوات الفجر أي الجناح العسكري للجماعة في فرض الوجود السني في المواجهة مع إسرائيل بمساندة واضحة من حزب الله، وهي اليوم تستقطب فئات كبيرة من الشباب السني المندفعة تجاه محاربة إسرائيل تعاطفاً مع غزة. لكن المفارقة أن غالبية هؤلاء هم من المتشددين الخطيرين المفرج عنهم من السجون والذين يحملون السلاح جهارة أمام أعين الدولة. الوضع غير المستقر في الساحة السنية الذي خلقه غياب سعد الحريري مكن حزب الله من الدخول إلى العمق الوعي السني مستفيداً من العاطفة تجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى إمساكه بزمام الفصائل الفلسطينية من حماس إلى الجهاد والتي تشكل لأهل السنة في لبنان خطاً أحمر. والخوف الأكبر الذي يحذر منه المراقبون هو ألا يقف الأمر عند حدود القضية الفلسطينية، بل أن يكون ما يحصل ستاراً لمشهد جديد في الداخل يشبه أفكار الجماعات التكفيرية التي تمطط الدين للوصول إلى غايات سياسية والمحرك الأساسي لها هو حزب الله. والتهديد يشمل الجميع، لا سيما السنة المعتدلون والمسيحيون الذين سيدفعون ثمن هذه التحالفات من أمنهم واستقرارهم إذا عادت موجة الاغتيالات والانفجارات. ومن يشكك بما يذكره المراقبون فليتذكر الهجوم على السفارة الأمريكية مؤخراً في عوكر. لن تقف المشهدية السنية الجديدة عند الخطوط الأمنية، بل ستنسحب حتماً على المشهد السياسي لتقلب صورة التمثيل السني في البرلمان اللبناني في الانتخابات المقبلة. فرغم تراجع نسبة التصويت السني مع غياب الحريري في العام 2022، إلا أن هذا الأمر سيتغير وسيشهد على إقبال كثيف سيرفع عدد نواب الجماعة الإسلامية إلى 7 أو 8 نواب على أقل تقدير، وفق إحصاءات جرت مؤخراً وبيّنت حجم التأييد للجماعة في عكار وطرابلس والبقاع الغربي، حيث البيئة هناك متحفظة دينياً وأشد تأثراً بالقضية الفلسطينية. ما يستوجب التوقف عنده أيضاً هو الوضع المسيحي، حيث تسبب قصر النظر السياسي عند الأطراف المسيحية في تغذية هذه التيارات على حساب السنية المعتدلة، وإليكم الدلائل. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لعب دوراً بارزاً في إبعاد الرئيس الحريري، حتى أنه ذهب بمغالاته للقول فليحكم الإخوان دون أن يحسب حساب أن يأتي الإخوان على صورة قوات الفجر، فيما ساهم خصمه السياسي الأول النائب جبران باسيل في تهشيم صورة الحريرية وإبعادها عن المشهد السياسي قاطعاً لها وان واي تيكت. مثل ما قطعني الورقة للحريري وان واي تيكت، ذهب ولن يعود. بناء على كل ما تقدم فإن تداعيات الحرب الإسرائيلية المتوسعة في ظل التهديدات من اجتياح لبنان ستخلق خطراً أكبر في الداخل مع تنامي هذه المجموعات الجهادية الإسلامية التي يحركها حزب الله. فليضحك بعدها جعجع وباسيل ويتحملان ما جنته أيديهما.